هو دلوقتي لابد ان هو ينتقي ال 18 20 لاعب اللي هياخد بيهم المباراه، ولابد ان يكون التشكيله في دماغه. امبارح كابتن سامي قمصان قال لا التشكيله بنسبه يعني 90 95% في دماغ الراجل، يعني 90 95% قبل ما يلعب الناشئين. اذا مش هياخد من الناشئين كده صح كده مش هياخد من الناشئين. لا هي الفكره يا كابتن، مش يعني افرض النهارده، افرض النهارده لا في المباراه الجايه لو تم الاعتماد عليهم وفي حد تفوق او تميز ممكن ان انت هي الفكره يا كابتن، وانت طبعا مدرب كبير وكابتن عادل انت عارف مدرب كبير، الدفع بالناشئين بيبقى ليه توقيت خاص، حسابات مش اي وقت تقدر تدفع بلاعب ناشئ. لا التوقيت دلوقتي لا، انا وجهه نظري انه الدفع بالناشئين دلوقتي في حدود الامكانيات وارد، انك ممكن لعيب كويس في نص الملعب يلعب مثلا نص ساعه الاخيره ياخد ثقه شويه، ان جزء من اللعيبه كمان المميزه من الولاد الصغيرين، وكابتن عادل انت عارف النقطه دي كويس، انه بس الاسم انه بيخش وسط فرقه الفريق الاول وبالتالي بيخش جوه المنظومه، حتى لو موجود على دكه الاحتياطي بينزل 10 دقائق ده مكسب، مع عدم الخلل وده مهم جدا، مع عدم الخلل في البلان الحقيقي اللي هو الاستعداد للمباراه قبل النهائي. كابتن فتحي شوف يا كابتن، هل هو دلوقتي الناشئين اللي هو بيقول عليهم دول هيعدهم لبطوله افريقيا وكاس العالم، ولا بيعدهم لانهم يستمروا في بطولات النادي الاهلي والدوري الجديد للسيزون اللي جاي؟ يبقى هو مش هيحضرهم لافريقيا، لان من الصعب جدا اجي لاعب مهما كان اللاعب ده موهوب احطه ضد الوداد، لان هيفقد عنصر الخبره وما عندوش لا الخبره الافريقيه ولا الخبره الدوليه ولا الخبره بتاعت الفريق الاول. صحيح. يعني ثلاث خبرات مش موجوده، لكن هو ممكن يستغل الماتشات دي في ان اللعيبه دي يحضرها للدوري القادم. مظبوط. لكن مش هيحضرها للبطوله. هو دلوقتي بيفكر في حاجتين، يعني هو بيفكر للموسم القادم ولا في بطوله افريقيا، هو بفكر في افريقيا كده اللي اقرب افريقيا. هي هدفنا كلنا، وهدف نادي الاهلي وهدف مجلس الاداره وهدف جمهور الاهلي وهدف كل من ينتمي للنادي الاهلي البطوله الافريقيه. هو ده شغلنا الشاغل، فاذا هو هيركز على الاساسيين دولت اللي هم كده. هيجي بقى حضرتك تقول ايه، طب ازاي الناشئين الصغيرين دول يلعبوا؟ هيريحهم على اساس الروتيشن اللي هو لاعب زي ما نقول علي معلول ما يلعبش الماتشين ورا بعض كل ثلاث ايام. مظبوط. هيلعب ناشئ عشان يريح علي معلول وفي نفس الوقت ما يخلش بشكل البطوله اللي احنا خدناها بطوله الدوري. يبقى هو بيفكر بفكرين، يعني بيفكر في حاجتين، حاجه اللي هي محليه باللعيبه الناشئين، مع تفكير ان انا مش عايز اجهد لعيبتي. انا مثلا بلاعب مين راس حربه، مين وسط الملعب، مين كده، هعمل عمرو السوليه مثلا في وسط الملعب ممكن يريحه يدي العربي بدري، يعني لعيبه صغيره ممكن تاخد ساعه من الماتش كل ده جميل عشان لا استهلك لعيبتي الكبار في اعدادهم المهاري البدني الخططي النفسي، ان انا ده انا اتميز بيه عن فرقه الوداد.